موضوع جديد خالص، ولكن مهم طبعا. موضوع اسمه الديسكس او الاستورج اللي احنا بنستخدمه. الحقيقة هو الموضوع بينقسم لجزئين، الديسكس والكلاستر، لكن احنا النهاردة ان شاء الله هنخصص الموضوع للكلام شوية عن موضوع الديسكس والاستورج بتاعتنا، ازاي بنقدر ان احنا نمانجها. يعني اول حاجة لازم نعرفها ان الديسكات اللي بتكون موجودة عندنا بتكون حاجة من الاتنين، يا اما بتكون حاجه اسمها الدايركت اتاتش او الدايركت اتاتش ستورج، يعني فيما يعرف بالدي اي اس، ودي عباره عن كل الاستورج او وحدات التخزين اللي احنا بنعمل لها بلاج او بتبقى يعني مرفقه مع السيرفر متصله بيه مباشره. النوع الثاني حاجه اسمها الان اي اس او الناس، يعني اللي هي النيتورك اتاتش ستورج، ودي الحقيقه بتكون عباره عن وحدات بيتم توصيلها على النتورك، وبتكون ليها كارت نتورك وكل حاجة. وظيفتها الوحيدة ان هي بتكون ستورج فقط، يعني بنشتريها وبيكون معاها السوفت وير طبعا اللي بيبدأ يمانجها علشان الناس تقدر تستخدمها على الشبكة. طبعا الوحدتين او النوعين من الوحدات اللي هي الداس والناس، كل واحدة طبعا فيها شوية مميزات. ان الداس او الدايركت اتاتش ستورج دي طبعا بتستخدم لو احنا بنرجع للداتا دي كتير، او بنعمل عليها عمليات استعلام كتير، فمحتاجين ان هي تكون دايركت اتاتش بالسيرفر او بالمكنه اللي بيتعمل يعني عليها الاستعلام. اما النتورك اتاتش ستورج فدي بتستخدم لو في ناس كتير بتبدا تشتغل، واحنا شارين لهم وحده تخزين علشان كل الناس دي تقدر تشتغل عليها مره واحده، فبتقدر تشيل كميه كبيره من البيانات، وفي نفس الوقت اكتر من شخص يقدروا يأكسسوها يعني في نفس الوقت، ما بيكونش فيها اي مشاكل. وزي ما اتفقنا السوفت وير اللي بيمانج الحاجه دي بيكون مرفق مع اليونتس دي. وطبعا الوحدات بتاعه التخزين بغض النظر عن المنتجين بتستخدم نظم كتير علشان نقدر نستخدمها. يعني مثلا احنا عارفين ان كان في حاجه اسمها الفات، كانت بتستخدم زمان، ده الفايل سيستم اللي بيستخدم يعني علشان نبدأ نمانج بيه او نبدأ نستخدم او نعمل بيه فورمات للهارد ديسك بتاعنا. وفي حاجة تانية كان اسمها فات 32، وبعدين بقى في حاجة اسمها ال NTFS. قبل ما نتكلم في الكلام ده هوت ويعني ايه فات ويعني ايه NTFS، تعالوا كده يا جماعة نتفرج شوية على الهارد شكله بيكون عامل ازاي. الحقيقة ان الهارد بتاعنا بيكون عبارة عن لو فتحنا لا قدر الله، يعني وانا بقول لا قدر الله لان انت معنى ان انت تكون فتحت الهارد يعني الهارد باظ. الهارد بتاعنا لما بنيجي نفتحه بنلاقيه مكون من مجموعة اسطوانات كده لونها فضي محطوطة تحت بعضها، بيبقوا من 4 ل6 اسطوانات في الغالب. كل اسطوانة منهم او كل اسطوانة من الاسطوانات اللي هي لونها فضي بنسميها سلندر، يعني الاسطوانة الواحدة بنسميها سلندر. كل بقى اسطوانة من دول او كل سلندر من دول بنلاقيه ان هو بيتكون من مجموعة من التراكس. طبعا بداية بقى من دلوقتي الكلام اللي انا بقوله ده دي حاجات احنا مش بنشوفها، يعني انت اللي بتقدر تشوفه كل سلندر لوحده او كل يعني اسطوانة من الاسطوانات اللي انا بتكلم عليها دي موجودة لوحدها، اما التراكس دي فده شيء فيرجوال انت مش هتشوفه بعينيك. يعني المهم ان التراكس دي بتبقى متقسمة كده تمام، طبعا لحد ما الهارد ما بيخلص، طبعا ما بتبقاش بالشكل اللي انا عامله، ولكن احنا بنقول مثلا يعني. وبعدين عندنا بقى الحتة دي كده، يعني حتة زي دي كده، دي بيكون اسمها سيكتور تمام، والسيكتور الواحد بيبقى مقسم لحاجات صغيرة كده اسمها بقى ايه الكلاستر تمام. طيب ليه بنقول الكلام ده كله؟ الحقيقة لان الفايل سيستم اللي انا بتكلم عنه ده ليه حاجة اسمها الكلاستر سايز. يعني ايه كلاستر سايز؟ دلوقتي
انا لو جيت كده انشأت فايل، اي فايل يعني، فايل مثلا تكست دوكيمنت، تمام، وجيت ابص على الحجم بتاعه هلاقي حجمه كام؟ 0 بايت. ليه؟ اصله فاضي ما فيهوش حاجه، وبالتالي هو مخزن على الرام. طب تعالوا نفتحه وتعالوا نقوم كاتبين جواه اي حاجه ونعمل سيف ونقفله. تعالوا بقى نقيس حجمه. بص بقى اللي مكتوب وخلوا بالكوا كويس، بيقول لك ان السايز بتاع الفايل ده هو 5 بايت، حجمه 5 بايت، بس حجمه على الديسك قد ايه؟ 4 كي بي او 4 كيلو بايت. طب ليه بيشغل 4 كيلو بايت بالرغم ان هو حجمه 5 بايت؟ الحقيقه ان الكلاسترز او الغرف اللي بيتخزن فيها البيانات دي ما بينفعش تحط فيها شريك. يعني ايه؟ يعني لو افترضنا ببساطه كده ان الملف ده يعني هو حجمه، احنا قلنا ان هو 5 بايت، انا عندي الكلاستر سايز، الكلاستر سايز اللي هو الحجم بتاع الغرفه اللي بيتشال فيها البيانات داخل الهارد ديسك، فانا عندي في الهارد ديسك بتاعي غرف كتير حجم كل واحده منهم 4 كيلو بايت، كل واحده في دول حجمها 4 كيلو بايت. لو انت جبت فايل وبدا يشغل مجموعه من الغرف او مجموعه من الكلاسترز دول، يعني مثلا لو انا عندي مثلا يعني فايل مكون من 10 كيلو بايت، فهياخد الكلاستر الاولانيه والكلاستر اللي بعديها ونص الكلاستر دي، مش كده؟ جميل. لما تيجي بقى تخزن فايل تاني ما ينفعش تاخد الجزء اللي فاضل من الكلاستر دي، طالما الكلاستر ده تم استخدامه خلاص ما ينفعش ملف تاني يستخدمه. هتيجي تخزن هتبدا ايه؟ من هنا. اذا الفايل بتاعي اللي هو حجمه 10 كيلو بايت هيتخزن في قد ايه؟ هيتخزن في 12 كيلو بايت، اللي هي 3 في 4، 3 كلاستر وكل كلاستر 4 بايت. فعلشان كده احنا بننصح بان انت تقدر او بيفضل يعني ان انت تستخدم في موضوع الفورمات ال NTFS كفايل سيستم. ليه بقى؟ اولا ال NTFS بيتميز بمميزات كتير انتوا عارفينها زي السكيورتي وزي الكمبريشن مثلا، وفيه ميزه جامده جدا ان هو صاحب اقل كلاستر سايز. طبعا طالما ان هو صاحب اقل كلاستر سايز فمش هياخد حجم كبير. تخيلوا كده لو حجم الكلاسترز اللي موجوده عندكم 64 كي مثلا، وانا عندي فايل 5 بايت زي اللي احنا عملناه ده، اهوت هيبقى حجمه صحيح 5 بايت بس بيشغل قد ايه؟ بيشغل 64 كي، تمام. يعني انا عندي كميه او هادر كبير من السبيس هيروح بسبب ان الفايل بتاعي صغير. طب لو انا عندي فايل مثلا 129 كي هيحصل ايه؟ هياخد 2 كلاستر وهياخد كيلو بايت من الكلاستر الثالث، يبقى انا بقى عندي هادر 63 كي علشان اخزن فايل قدره 129 كي. انتوا واخدين بالكم ازاي؟ يعني ده 64 وده 64 128، بس الفايل عشان هو حجمه 129 فخد كمان كيلو بايت من الكلاستر ده. طالما خد كلاستر يعني طالما خد كيلو بايت من الكلاستر ده يبقى الكلاستر ده خلاص اتحرق، ما حدش هيقدر يستخدمه تاني، يعني لازم تقوم تمسح البيانات اللي فيه كلها علشان تقدر تستخدمه. يعني بوضوح كده الفايل بتاعنا لما بنيجي نخزنه بيبدا يستخدم الكلاستر ملاكي، ما ينفعش ان انت تحط معاه حد تاني او ما ينفعش ملفين يشتركوا في نفس الكلاستر. طيب احنا كنا سمعنا زمان او يعني هي مش زمان، احنا بنسمع حاجه زي كده على طول ان في حاجه اسمها الديفرجمنتيشن. ايه الديفرجمنتيشن دي؟ الحقيقه ان انت لما بتيجي تستخدم الجهاز بتاعك ما بتحطش ملفات وخلاص، لا ده انت لو فرضنا ان هي دي الكلاسترز اللي عندك، عندك مجموعه كلاستر كده تمام، ففي عندك فايل انت جيت خزنته النهارده، فالفايل اللي انت خزنته النهارده ده هوت كان مثلا بيشغل الكلاستر ده والكلاستر ده، جيت تاني يوم قمت قايل طب انا عايز اخزن حاجه تانية، الحاجة التانية أو الفايل التاني بدأ يشغل الكلاستر اللي هو لونه أبيض ده والكلاستر اللي لونه أبيض التاني. جيت في تالت يوم قمت قايل ده أنا هفتح الملف ده اللي هو كان بيشغل أول وتاني كلاستر
وهبدا ازود فيه. طب هو انت لما هتزود فيه هيحصل ايه؟ هيحصل ان هو مساحته هتزيد. طب لما مساحته هتزيد، المساحه الزياده دي هتتحط فين؟ هتتحط هنا كترتيب للكلاسترز. فبقى عندك مشكله، ايه هي؟ ان الداتا الخاصه بالفايل ده مش موجوده جنب بعضيها. طب وايه المشكله يعني لما تبقى مش موجوده جنب بعضيها؟ المشكله ان حضرتك لما هتقوم جاي تفتح الفايل ده، الابره بتاعه الهارد ديسك اكيد عارفينها، لما هتيجي تقرا الفايل بدل ما هتقراه كله من حته واحده، لا ده هتقرا لك حته من الفايل من هنا، وبعدين تبدا تدور على الجزء الثاني من الفايل. وطبعا بقى تخيلوا لو انتوا كنتوا عملتوا تعديلات كتير على الفايلز وبتقوموا بعمليات مسح وانشاء وهكذا، فهتلاقي الفايل ده ممكن جدا يبقى محطوط اجزاء منه في مناطق تانية في الهارد. اللي انا بتكلم طبعا عنه بيبقى بالاف الكلاسترز يعني، فتصوروا الوضع ان لما تيجي انت تفتح فايل معين، الفايل المعين ده تلاقي الهارد بتاعك عمال يلف يجيب لك الاجزاء بتاعه الفايل ده علشان تتفتح. الديفرجمنتيشن بقى بتعمل ايه؟ كل اللي بيحصل ان هي بتبدا قدر المستطاع تجمع لك الملفات دي جنب بعضها. يعني كل اللي بيحصل ان هي بتيجي كده ادي ادي حبه كلاسترز اهي. بعد الديفرجمنتيشن بقى هيحصل ايه؟ والله هيقوموا جايين كده اهوت ياخدوا الكلاستر ده والكلاستر ده والكلاستر ده ويقوموا حاطينهم جنب بعض، ادي كلاستر وادي التاني وادي التالت وادي الرابع وادي الخامس. تقول لي طب ودول هيروحوا فين؟ ابدا، هيرحلوهم، هيودوهم حته تانيه. يعني كل اللي هيتعمل ان هم هيقوموا واخدينهم مثلا يحطوهم هنا. طب هو انا كده عملت ايه؟ لا انت عملت كتير، انت كده خليت حاجه مهمه قوي تحصل، خليت الفايل ده يشغل حته كده او مجموعه من الكلاسترز ورا بعضها، وده طبعا هيعود عليك بحاجه مهمه قوي، وهي ان الجهاز بتاعك هيبقى سريع. ناس كتير بتقوم تشيل الويندوز بتاعها وتبدا تقوم حاطه ويندوز تاني لمجرد ان الجهاز بطيء، وممكن جدا ان يكون المشكله كلها ان انتوا بتشتغلوا كتير، بتشيلوا وتحطوا في الفايلز بتاعتكم كتير، وده طبعا بيتسبب في ان الكلاسترز بتاعه الفايل الواحد ما بتبقاش جنب بعضها، فياخد منك وقت كبير للاستعاده. ده الحقيقه الكلاستر، ودي كانت حاجه لازم ان احنا نعرفها علشان نعرف يعني ايه الكلاستر سايز، وليه الفايل ده كان ليه سايز وليه سايز اون ديسك. فالسايز اون ديسك هنا هو 4K، لان هو مش واخد اكتر من كلاستر واحد بس، واحنا عندنا الكلاستر سايز على الهارد ديسك اللي انا شغال عليه ده معمول طبعا NTFS، والكلاستر سايز هو 4K. طبعا انت بتشوف موضوع الكلاستر سايز وانت جاي تعمل عمليه الفورمات، وفي الغالب لو انت مختار ال NTFS فبتبدا تختار الديفولت سايز علشان يعني ما تحصلش مشاكل. طيب ده بالنسبه لل NTFS. امال الفات 16 وفات 32 بتوع زمان دول كان الكلاستر بتاعهم كام؟ يعني ايه اللي خلى الناس تفكر ان هي تعمل NTFS والكلاستر بتاعته تبقى 4K؟ الكلاستر الحقيقه بتاعت الفات 16 كانت 64K، وده طبعا حجم كبير. يعني لو انت خزنت لك ملف 65K خلاص انت كده خدت 2 كلاستر، يعني ال 65K هيتخزنوا في 128، فشوف بقى الهادر هيكون قد ايه. اما لو انت قمت جايب ملف كده اهوت وحطيته على نفس الملف، حطيته على ال NTFS، فطبعا هيقوم واخد عدد معين من الكلاستر وهيكون مظبوط. ده يورينا حاجه مهمه قوي، ان نسبه الهيدر في الكلاستر في ال NTFS الماكسيمم هتكون قد ايه. تفتكروا الماكسيمم هتكون قد ايه؟ دلوقتي انت الكلاستر عندك 4K، الهيدر هيكون قد ايه؟ 3K ماكسيمم، دي اكبر نسبه هيدر. ليه؟ اصل انت لو الملف بتاعك كان 5K هيقوم واخد 2 كلاستر. تقول لي طب لو كان 10K؟ خلاص 10K يبقى انت بتتكلم كده اهوت في 3 كلاستر، هيتهدر منك كام في الاخر؟ هيتهدر منك اللي فاضل من الكلاستر الاخراني اللي هم 2K وهكذا. فطبعا كل ما بنقلل الحجم بتاع الكلاستر كل ما نسبه الهيدر بتقل. الفات 32 كان الكلاستر سايز بتاعه 16K، هو كان افضل طبعا من الفات العادي، ولكن الافضل منهم كلهم هو طبعا ال NTFS. طيب تعالوا كده نلقي نظره بقى على الانظمه بتاعه الديسكس اللي موجوده في الدنيا، نشوف كده الفايل بتاع الوورد ده
دي الانواع بتاعه الديسكات او الانواع بتاعه السيستمز او الستايلز اللي احنا بنشغل بيها الديسكات بتاعتنا. ففي عندنا نوع اسمه البيزك، وده اللي اعتقد كلنا طبعا عارفينه، ما هوش يعني شيء جديد بالنسبه لنا. البيزك ده بيبدا يستخدم حاجه اسمها الماستر بوت ريكورد بارتيشن ستايل او الام بي ار. ده البيزك، وده اللي في الغالب كلكم بتشتغلوا بيه، وده هنشوفه على الفي ام وير دلوقتي ازاي، يعني ايه الفرق ما بين البيزك والجي بي تي والدايناميك. ولكن الحاجه اللي محتاجين ان احنا نعرفها ان الديسك بتاعنا، انا مش بتكلم على البارتيشن، انا بتكلم على الديسك، على الهارد ديسك كاملا. الديسك بتاعنا لما بيكون بيزك او السيستم بتاعه بيزك، فده معناه ان انت مش هتقدر تعمل فيه اكتر من 3 برايمري بارتيشن وواحد اكستندد بارتيشن. الاكستندد بارتيشن ده هو اللي انت بتحط فيه الانليميتد بقى عدد كبير جدا من اللوجيكال درايف. يعني انتوا طبعا متعودين تعملوا ماستر، وبعد الماستر او البرايمري بارتيشن بتقوموا عاملين اكستندد، والاكستندد ده جوه الاكستندد بنقوم عاملين عدد من اللوجيكال درايف، تمام؟ فانت الحقيقه ممكن تعمل اكتر من برايمري بارتيشن، ولكن ماكسيمم يا اما 4 بارتيشن برايمري ومش هتقدر تعمل اكستندد، او تعمل 3 برايمري وتعمل اكستند. يعني النظام بتاع البيزك او الديسك لو كان النظام بتاعه بيزك، ده نظام تشغيل يا جماعه، مش ماركه، او يعني وانت رايح تشتري الديسك ما بتقولوش انا عايز ديسك يكون نوعه بيزك، لا، انت بتجيب الديسك وانت اللي بتخليه بيزك، او انت اللي بتخليه دايناميك، او انت اللي بتخليه جي بي تي، تمام؟ فالبيزك بيبدا يستخدم حاجه اسمها الام بي ار او الماستر بوت ريكورد بارتيشن. في نوع تاني من الديسكس اسمه الجي بي تي ديسكس، وده بيستخدم حاجه اسمها الجايد بارتيشن تيبل ستايل، وده الحقيقه ستايل تاني بيدينا الصلاحيه لان احنا نعمل لحد 128 برايمري بارتيشن، وهو الحقيقه ريكومندد جدا للديسكس اللي بتكون 2 تيرا بايت او اكبر، وبيشتغل على سوري دي 64، بيشتغل على الاوبريتنج سيستم اللي هي ال 64 بت. طبعا الديسكس دي اللي انا بتكلم عنها اللي هي دي، مش البيزك بقى، دي طبعا بتبقى موجوده في السيرفرز بس، يعني محدش بيروح يشتري ديسك 2 تيرا بايت يعني، تمام؟ دي ديسكس بتركب في السيرفر. ثالث نوع، وده طبعا اهم نوع واللي بيستخدم كتير جدا، وهو الدايناميك ديسك. والديناميك ديسك الحقيقه بيديني صلاحيات لاني اعمل حاجات كتير جدا جدا جدا. الديناميك ديسك اولا هو بيشتغل على النظم بتاعه الويندوز، وبعد النظم القليله الثانيه، لكن هو خاص بنظام الويندوز، وفي كذا طريقه او في كذا ستايل ممكن اشغل بيهم الديناميك ديسك. في حاجه اسمها السيمبل فاليوم، خلوا بالكم ان في البيزك وفي الجي بي تي كان اسمهم بارتيشن، لكن في الديناميك السعة التخزينية او الوحدة التخزينية ما بنسميهاش بقى بارتيشن، بنسميها فوليوم، تمام؟ ففي السيمبل فوليوم ده، وده هو اللي احنا بنستخدمه على الاجهزة بتاعتنا لو انت خليت الديسك بتاعك ديناميك اللي على الجهاز بتاعك. لكن الحقيقة في وظائف تانية اهم بكتير من ان انا اخلي الديسك بتاعي سيمبل فوليوم. في حاجة عندي اسمها السباند والسترايبد والميرور والريد. قبل ما نتكلم في الكلام ده، تعالوا كده نشغل الفي ام وير ونشوف اللي انا بقوله ده بيتعمل ازاي، يعني عشان نعرف بس ازاي هنجرب الكلام ده. ادي الفي ام وير بتاعنا. احنا كل اللي هنعمله هنفتح بس كده القايمه بتاعه الستارت، تمام؟ وهتقوموا عاملين رايت كليك على الماي كمبيوتر، وتقوموا جايبين مانج، او من السيرفر مانجر تقوموا جايبين الديسك مانجر. يعني لو فتحنا السيرفر مانجر كده هتلاقوا عندكم حاجه اسمها الاستورج، جواها فيها حاجه اسمها الديسك مانجمنت. طيب جوه الديسك مانجمنت علشان نجرب، احنا الديفولت كنا عاملين ديسك واحد بس هو اللي احنا حاطين عليه الشغل كله يعني، فانا هضيف بقى ديسك تاني. فعشان تضيفوا ديسك تاني بنعمل سيتنج كده على الفي ام وير نفسه، وبنبدا نقوم قايلين له ابدا اعمل لنا اد لهارد ديسك جديد، وهيقول لي انت هتكرييت فيرجوال ديسك، اقول له اه كرييت فيرجوال ديسك. سكازي اه هيكون سكازي، حجمه قد ايه؟ هنخليها 40 جيجا بس، طبعا محدش يختار الوكيت علشان الهارد بتاعكم ما يخلص يعني، خليها 40 جيجا من غير الوكيت، وهنقوم قايلين فينش. وتعالوا نحط لنا كام ديسك تانيين كده
يعني احنا هنحط لنا كام هارد علشان ايه نشتغل عليهم مرة واحدة وبرضو كلهم يكونوا 40 زي ما انتم شايفين. بقى هاردات كتير بقى ما هي ببلاش، فنحط كده كام هارد كمان. طيب دول كفاية، ولما نحتاج تاني نبقى نجيب. طبعا لما تقوموا قايلين اوكي وهتروحوا عند المانجمنت هتلاقوا الهاردات دي مفروض يعني اتحطت اهي، تمام، هو بقيتهم لسه مجاش وده شيء طبيعي جدا. فدي الهاردات بتاعتنا. طيب انا همسك الهارد الاولاني. الهارد الاولاني انا كنت اساسا مخليه دايناميك واحنا شغالين، بس الحقيقه ان انتوا تقدروا تغيروا الدايناميك ده تخلوه بيزك او تخلوه جي بي تي، بس الكلام ده ما ينفعش على هارد عليه سيستم او عليه يعني او هو ده الهارد الماستر اللي عليه الاوبريتنج سيستم. ممكن الهارد اللي عليه الاوبريتنج سيستم لو كان بيزك تقدر ان انت تحوله وتقدر تخليه جي بي تي او تخليه دايناميك، لكن لو بقى دايناميك ما ينفعش ترجعه تاني بيزك. ده بالنسبه للي عليه اوبريتنج سيستم بس، تمام. طيب انا همسك الهارد الاولاني ده كده وهقوم اخليه اونلاين، وبعد كده هنعمل له انيشلايز. هيقول لي انت عايزه يبقى بالماستر بوت ريكورد ولا بالجايد بارتيشن تيبل، هيبقى ام بي ار ولا جي بي تي. هتقول لي احنا عايزينه يبقى دايناميك اساسا، مش عايزينه ولا ده ولا ده. اقول لك خلاص احنا هنختار ام بي ار. وبعدين هو دلوقتي بيزك، انا هقوم قايله لا والله حوله لي لدايناميك. طيب انا دلوقتي حولت الديسك ده وخليته دايناميك. لو انت عايز الهارد بتاعك ده يتقسم لمجموعه بارتيشنز بقى بالطريقه المعتاده بتاعتنا، هتعمل رايت كليك كده وتقوم قايل له نيو سيمبل فاليوم. طبعا سيمبل فاليوم دي اول حاجه احنا اتكلمنا عنها، احنا قلنا في عندنا حاجه اسمها السيمبل فاليوم وحاجه اسمها سبانيد وترايبت وهكذا. فنيو سيمبل فاليوم كده يعني هتقوم عامل بارتيشن عادي خالص وتشوف البارتيشن ده انت عايزه قد ايه. نخليه مثلا 20 جيجا وتدي له درايف ليتر وتقوم قايل نيكست وتقوم قايل له بيرفورم كويك فورمات وبس. خلاص بقى عندك درايف يعني، ولو فتحت بقى الماي كمبيوتر هتلاقي البارتيشن ده، تمام. طيب ده النيو سيمبل. تعالوا بقى نشوف ايه موضوع الاسباند فوليوم ده. الحقيقة ان الاسباند دي علشان نعملها لازم يكون عندنا على الاقل ديسكين، فهنخلي الديسك ده والديسك ده اونلاين وهنعمل انشلايز لده ولده. لازم يكون عندك ديسكين. باختصار شديد كده الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده ان انت تعمل الديسك بتاعك اسباند فوليوم، ده بيعملك عملية تجميع لديسكات. انا مش خلوا بالكم جدا من الالفاظ، انا بقول ديسكات مش بارتيشنز ولا فوليومز، تمام. انا بقول ديسكات يعني هارد ديسك وهارد ديسك، اوكي. ده كده اسمه ديسك. انا دلوقتي عندي الديسك ده 40 جيجا وعندي الديسك ده 40 جيجا، فانا عايز اخلي الاثنين دول يظهروا كديسك واحد، وبعد ما يظهروا كديسك واحد هنقسمهم بقى مجموعة بارتيشنز، تمام. بس ايه هيبقوا ديسك واحد، اوكي. فانت علشان تعمل الموضوع ده لازم يكون عندك على الاقل اتنين ديسك. فانا هقوم جايب الديسك ده وهقوم قايل ان انت هتبقى نيو سباند فوليوم. خلوا بالكو ان ده ايه، ده ديسك 3. فلما قلت له ان انت هتبقى سباند فبيقول لي طيب مين اللي هيبقى معاه، اصل انت تقدر تضم اكتر من ديسك وتخليهم يظهروا كديسك واحد او كهارد ديسك واحد. ليه بعمل كده؟ عشان احط بارتيشنز زي ما انا عايز. يعني عندك ديسك مثلا 40 جيجا وديسك تاني 40 جيجا وعايز تعمل الاثنين مع بعض وهم يبقوا 80 جيجا، تعمل اربع بارتيشنات كل واحد 20، او عايز تعمل مثلا بارتيشن 30 وبارتيشن 50. فطبعا عمرك ما هتعرف تعمل البارتيشن ال 50 لان انت عندك البارتيشن الديسك الواحد 40. فالحل الوحيد انك تضم اكتر من ديسك وتخليهم ديسك واحد. فهو بيقول لك طيب انت هتضم مين مع ديسك 3 ده؟ هقول له هضم ديسك 2. ادي ديسك 2 هقوم قايل اد، تمام. بعد كده هنقوم قايلين نيكست وهنقوم قايلين له بيرفورم كويك فورمات كده، وبعدين هنقوم قايلين يس.
المفروض ان الديسكين دول دلوقتي هيظهروا عندنا كديسك واحد حجمه 80 جيجا. طب ايه اللي بيحصل او التخزين بيتم ازاي؟ ايه اللي بيحصل ان انت لما بتبدا تخزن البيانات بيبدا يخزنها لك على الديسك الاول بغض النظر بقى انت عامل كام بارتيشن. بصوا كده الاثنين بقوا ايه اسمهم اف، وكتب لي تحت هنا سبانت فوليوم، الاثنين اسمهم اف. يعني لما هنروح نفتح الماي كمبيوتر كده هتلاقي فيه درايف واحد بس اسمه اف، حجمه قد ايه؟ 80 جيجا. تمام. اللي بيحصل ان انت لما بتيجي تخزن بيبدا يخزن على الديسك الاولاني، لما الديسك الاولاني يخلص يبدا يخزن على الديسك الثاني، ده اللي بيعمله موضوع الاسبان. طيب لو في هارد منهم باظ ولا واحد منهم اشتغل، يعني لو انا جيت قمت مسحت الهارد ده او شيلته، يعني الهارد الثاني خلاص ما كده مش هيشتغل معايا او مش هيبقى افيلبل، يعني مش هيبقى في عندي درايف اسمه اف. طب تعالوا كده نخلي الهارد ده اوفلاين. اوفلاين يعني كانك شلت الكهرباء او شلت الهارد ده، مش الكهرباء عن الجهاز، لا الهارد ده بس. لو انا خليت ده اوفلاين مش هيبقى في حاجه اسمها اف، ولما افتح الكمبيوتر مش هيبقى في حاجه اسمها ايه اف. تمام. طيب نسيب ده كده زي ما هو، وتعالوا نقوم رايحين عاملين الحاجه الثانيه اللي هي الاسترايبد. الاسترايبد دي علشان نعملها لازم يكون عندك على الاقل برضو هاردين. طيب بس ده بقى بيفرق عن التاني. هو في الحقيقة ان الهاردين اللي انت هتختارهم او التلاتة او الاربعة برضو، انا هخلي بس ده اونلاين وده هخليه اونلاين اللي هو اربعة وخمسة. الهاردين دول بيظهرهم هما اللي سوري الديسكين، علشان مصطلح هارد ده مش صحيح. الديسكين دول بيظهرهم كديسك واحد حجمه برضو 80 جيجا. طب ايه الفرق بينه وبين الاسباند؟ الفرق الوحيد ان انت لما بتقوم قايل ان الديسكين دول هيبقوا سترايبد، عملية تخزين البيانات بتبقى اسرع شوية. ليه؟ اصل في النظام ده هوت انت بتخزن 64 كي من البيانات على الهارد ده و 64 كي من البيانات على الهارد ده، فالبيانات بتاعتك بتبقى متخزنة على الهاردين مع بعض، يعني فيه تكامل وليس تماثل. تكامل يعني جزء من اول 64 كي من البيانات هيتحطوا هنا، وتاني 64 كي من البيانات هيتحطوا هنا، وهكذا. فكده بيبقى في ايه؟ في عمليه تكامل من البيانات. وبرده لو اتشال او باظ هارد من الاثنين، الدرايف كله كده في الحاله دي هيكون ضاع. يعني محتاجين ان يكون في برنامج باك اب ضروري لو انت عامل موضوع الاسترايب ده. هنعمل كده انشلايز للديسك اللي هو 4 و5 وهنخليهم هما الاثنين ام بي ار. نيجي بقى على 4 ده او على 5 مش هتفرق يعني، وهنقوم قايلين له احنا عايزين الكلام ده يكون سترايبد. فيقول لي هتاخد انهي ديسك معاه؟ هقول له هياخد ديسك رقم 5، وهنقوم قايلين نيكست. هياخد جي زي ما احنا شايفين كده، وهنعمل كويك فورمات، ومفروض هما الاثنين دلوقتي هينضموا على بعض وهيبقوا ديسك واحد بس. يعني اهم هما الاثنين بقوا جي، ولو فتحت الكمبيوتر بتاعي هلاقي ان الجي برضه 80 جيجا. تمام. وزي ما اتفقنا لو انا قمت نقفل ده مش عايزينه، لو انا قمت رايح فصلت واحد منهم خلاص الاثنين درايف ضاعوا، مش هيبقى فيه اساسا ولا جي ولا حاجه. تمام. طيب نخليهم اونلاين تاني ونبدا نعمل الحاجه اللي بعد كده اللي هي الميرورد. ايه الميرورد دي؟ الميرورد دي الحقيقه بيطلق عليها احيانا ريد 1 زي ما الاسترايب كان بيطلق عليها زمان ريد 0. الريد ده نظام محترم جدا هنتكلم عليه يعني كمان شويه. بس تعالوا نحط لنا ديسك كمان كده، او ممكن نقوم ندلت الفوليوم ده بدل ما نحط ديسكات كتير. يعني طبعا بمجرد ان انا دلت ده التاني بيتدلت اوتوماتيك معايا، ما هما الاتنين بيعتبروا ديسك واحد. تمام. طيب انا همسك ديسك 4 و5 دول وهقوم قايل على 4 ده ان هو هيكون ميرورد. ميرورد يعني ايه؟ يعني الحاجه لما بتيجي تتكتب
يعني الاتنين مع بعض هيبقوا ديسك واحد بس هيبقى برضه حجمه 40 جيجا. هتقول لي ازاي ده حجم كل واحد فيهم 40؟ هقول لك ايوه، ما هو اللي الديسكين دول هينضموا على بعض بس هيبقى حجمهم 40 جيجا وهيتقلهم كديسك واحد، نظرا لان انت دلوقتي الداتا بتاعتك لما بتيجي تكتبها على الديسك ده بتتكتب هنا وبتتكتب هنا، فيه تماثل وليس تكامل. تماثل يعني اللي بيتكتب هنا زي اللي بيتكتب هنا، وفي الحالة دي لو هارد منهم ضاع او اتكسر او باظ او بقى اوفلاين او اتشال، الهارد التاني لسه شغال، يعني هتلاقي الدرايف لسه شغال. طيب بنعمل الميرور ازاي؟ نفس الويزرد اهو، هقوم قايل له خد الديسك رقم 5 هيبقى 4 و5، وبعد كده هنقوم قايلين نيكست، هو قال لي ان هو هيأساين الجي، وبعد كده هنقوم قايلين اوكي. مفروض الديسكين دلوقتي يظهروا هما الاتنين كديسك واحد، ولاحظوا كده ان هو اتحول دايناميك لوحده، يعني هو كان مفروض بيزك اتحول لدايناميك اوتوماتيك من غير ما انا ما اقول له ابقى دايناميك، لان اوتوماتيك الانظمه اللي انا بختارها دي مش موجوده في البيزك. طبعا انتوا عمالين النهارده بقى تشوفوا ايه الوان جديده وغريبه في الـ في الـ في الاستورج مانجر يعني. ادي الاتنين هارد اهم، تمام. نفتح كده الكمبيوتر بتاعنا بقى، عندنا ده سي وال دي لسه ما ظهرش، هو لسه ما ظهرش عشان ما بقاش هيلسي، لسه بيتعمل له فورماتنج. خلاص كده المفروض يتعمل له فورماتنج. هما طبعا بيعملوا سينكريزيشن من بعض علشان الداتا اللي هنا تبقى زي الداتا اللي هنا بالظبط، يعني لما تكتب حاجه هنا وتكتب حاجه هنا بيتعمل سينكريزيشن. طبعا لو الهارد ده انا فصلته وخليته اوف لاين وكتبت على الهارد ده وبعدين خليت الهارد ده اونلاين، هيحصل سينكرايزيشن ما بين الهاردين لحد ما الداتا بتاعتهم ترجع متماثله زي الاول. هو هيقعد بس يعد لحد 100% كده. خلاص المفروض ان هو بقى هيلسي اهو، يعني لو رحنا على الكمبيوتر وجبنا الجي اهو، حجمه بقى قد ايه الجي؟ حجمه 40 جيجا، تمام، مع انهم هاردين بس 40 جيجا. طيب تعالوا نعمل حاجة ظريفة جدا، تعالوا نقوم جايبين الهارد ده ونخليه اوفلاين. لما خليناه اوفلاين لسه الجي موجود اهو، تمام. يعني لما ادخل في الجي وابدأ انشئ اي حاجة كده واكتب جواها اي شيء عشان بس يبقى ليها حجم، يعني تمام، ونرجع الهارد اللي احنا فصلناه ده اونلاين مرة تانية. الفايل ايه اهو، تمام. طيب ده الوظيفه بتاعه الميرور. الميرور طبعا زي ما انتم شايفين كده فيه عيب خطير جدا، ان هو عمليه التخزين فيها هتبقى بطيئه لان انت مش بتكتب على هارد واحد، انت بتكتب على هاردين. بس في ميزه، اولا الباك اب بتاعته موجوده، يعني لو هارد ضاع التاني لسه موجود. والميزه الاهم ان انت لما بتيجي تعمل عمليه قرايه من على الهارد بتبقى اسرع، لان هو بيقرا لك من على الهاردين مش بيقرا من هارد واحد، فطبعا ايه هتبقى اسرع. الريت بقى، الريت ده الحقيقه قصه كبيره جدا. في حاجه اسمها السوفت وير ريت وحاجه اسمها الفيزيكال ريت. السيرفرز لما بنيجي نشتري السيرفر بتشوف في المواصفات بتاعته ان هو فيه كارت ريد ولا لا، وكارت الريد بتاعه كام، لان الريد فيه فيرجنز زي ما احنا شفنا كده في منه اصدارات. ولكن في حاجه لازم نعرفها، ان لو كارت الريد بتاعك او لو انت عندك الريد على الجهاز بتاع السيرفر بتاعك فيزيكال، في الحاله دي تقدر تخلي الهارد ديسك بتاعك ريد وتحط عليه اوبريتنج سيستم وهو ريد. بس في حاجه تانية لازم نعرفها، ان لو انت عملت موضوع الريد او خليت الديسكات بتاعتك ريد بسوفت وير من هنا كده، يعني بالطريقه اللي احنا بنعملها دي، فالدرايف اللي هيكون ريد مش هينفع يتحط عليه اوبريتنج سيستم، تمام. ولذلك الريد من الحاجات المهمه جدا اللي لازم تلفت نظركم وانتوا رايحين تشتروا اي سيرفر، لو ما الشركه بتاعتك او شركتك يعني تقول لك ان انت محتاج سيرفر يكون فيه ريد، فحاول ان انت تجيب حاجه يكون فيها كارت ريد فيزيكال، تمام، لان دي طبعا افضل واصح بكتير قوي. طيب بيتعمل ازاي الريد؟ الريد 5 عايز على الاقل 3 ديسكس. يعني ايه؟ يعني تعالوا نمسح ده كده، ندلت الفوليوم ده، تمام، وادي الثلاثه ديسكس اللي موجودين عندنا. الثلاثه ديسكس دول
هنخلي ده اونلاين هو كمان، وهنعمل له انشلايز. لما بتيجي تخزن حاجة، هو الحجم بتاعهم كام كله؟ كلهم 120 جيجا. الحقيقة ان الثلاثة دول هيندمجوا مع بعض وهيبقوا هارد واحد فقط. الهارد الواحد فقط ده هيبقى حجمه حوالي 80 جيجا، او هيبقى يعني تلت المساحة الكلية للثلاث هاردات. تعالوا كده نشوف ازاي. انا باجي على اي واحد فيهم واقوم قايل ان انا هخليه ريت 5. قول لي طيب مين اللي هيتاخد معاه؟ والله احنا واخدين 4، هناخد 5 و6 كمان. التلاتة دول هيبقوا ريت. بعد كده هنقوم قايلين له كويك فورمات كده. خلوا بالكم ان المسج اللي بتطلع بتقولك ان انت مش هينفع تحط يعني اوبريتنج سيستم على الحاجه اللي انت بتعملها دي، بما ان هي اصبحت ديسك دايناميك. والحل الوحيد ان انت يكون عندك ريد فيزيكال. الريد ده على فكره كارت كده، كارت فيزيكال بيبقى موجود في السيرفر وغالي يعني مش رخيص، ولذلك السيرفرز اللي فيها ريد بتكون اغلى شويه من اللي ما فيهاش ريد يعني. وطبعا اللي فيه ريد 5 غير الريد 10 يعني. ده كده خلاص اصبح الريد اكتف، وزي ما انتم شايفين كده بيتعمل لسه موضوع الفورماتنج، وزي ما انتم شايفين برضو في لون ظريف كده ظهر جديد. الحقيقه ان بعد ما الموضوع ده ما هيخلص، ال 120 جيجا بتوعك دول هتلاقيهم بقوا 80 جيجا. ليه؟ في الريد يا جماعه، في الريد 5 البيان لما بتيجي تخزنه جزء منه بيتخزن على الهارد ده او على الديسك ده، وجزء تاني بيتخزن على الديسك التاني، والديسك التالت بيبقى اسمه التيكتس. يعني ايه؟ يعني لو حصل لا قدر الله ان الديسك ده اتفصل او ضاع او اي حاجة، كل اللي انت بتعمله ان انت بتقوم جايب ديسك تاني تحطه هنا، فيقوم ايه يعمل تكامل للبيانات. يعني لو افترضنا ان البيان بتاعك هو هي بصوا هي عبارة عن معادلة حسابية بتتعمل، ودي الحقيقة يعني معادلة حسابية بتتعمل علشان ترجع لك البيانات بتاعتك لو في درايف ضاع. يعني لو قمنا قايلين 2 + 5 بيساوي 7، تمام؟ وجيت انت قمت ايه شلت الهارد او شلت الديسك اللي هو كان محطوط فيه الخمسة، فهو بيقوم قايل 7 + 2 = 5، فيعرف ان البيان اللي المفروض يتحط في الديسك ده هو عبارة عن الخمسة. ونفس الكلام لو انت شلت الديسك التالت او اتحرق او باظ او اي حاجة اللي هو السبعة، وجيت حطيت ديسك مكانه فاضي جديد، هيقوم جامع لك 2 + 5 = 7. طب لو شلنا ده هيقوم قايل لك خلاص 7 + 5 = 2، يبقى الديسك ده المفروض يكون فيه ايه؟ فيه الاتنين، وهكذا. ده اللي بيحصل في الريد. الريد الحقيقه طبعا ممتاز جدا، افضل من الميرور، لان الريد اولا بياخد عدد فردي من الديسكات، والعدد الفردي من الديسكات دهوت انت بتاخد تلتين المساحه. يعني هما الثلاث ديسكات هيكونوا لي هارد واحد 80 جيجا، على عكس في الميرور انت لو جايب هاردين كل واحد 80 جيجا، يعني المفروض يبقى عندك 160، هتلاقي عندك نص المساحه بس. فدي طبعا من العيوب بتاعة الميرور. غير كده انت هنا عملية استعادة البيانات سهلة. يعني انت لما هارد منهم هيبوظ هتشيله، هتقوم حاطط الهارد الجديد، هيتعمل سينكرايزيشن ما بين الثلاثة ديسكس اللي بقوا موجودين، وعن طريق المعادلة اللي بنقولها، هي مش اللي انا قلتها دي بالظبط ولكن هي معادلة شبيهة طبعا بيها، بيبدأ يطلع لك البيانات المفروض تكون موجودة هنا. ويفضل بل يعني مش يفضل، ده لازم يكون عندك الريد في السيرفر بتاعك فيزيكال، ما يكونش ريد يعني سوفت وير زي اللي احنا بنعمله ده، لانه طبعا بيني وبينكم الريد اللي هو بيتعمل بالسوفت وير ده فشل ذريع يعني. ولكن الريد اللي هو اللي بيكون فيزيكال عن طريق كارت الريد اللي موجود جوه الاجهزه بتاعه السيرفر، ده بيكون ممتاز جدا. هو كده زي ما انتم شايفين هيعمل زي الميرور، وهيبدا يعد لحد ال 100 لحد ما يبقى هيلسي، وبعد كده هيوصلوا هما الثلاثه لان هما هيتقلوا كبارتيشن واحد بس اللي هو بارتيشن الجي. كده هما خلاص بقوا هيلسي اهم، والثلاثه زي ما اتفقنا واخدين حرف الجي. لو فتحنا كده الماي كمبيوتر هنلاقي الدرايف بتاع الجي ده
او الديسك بتاع الجي واخد 80 جيجا اللي هو تلتين المساحة زي ما اتفقنا. تمام. طيب ده الموضوع الخاص بالسيستمز. تعالوا كده نشوف بقى حاجة تانية، يعني تعالوا بقى خلاص نمسح الديسكس دي علشان ما تبقاش بس اوفرلود. ريأكتيفيت. اوكي، ممكن نخلي مجموعة الديسكس بس اللي موجودة عندنا اوفلاين لان احنا مش هنحتاجها، عشان بس ما تبقاش لود زيادة. وبعدين تعالوا بقى نمسك الديسك الاولاني ده. الديسك ده هو عبارة عن 40 جيجا فيهم primary partition او primary volume، يعني لان هو طبعا dynamic فما فيش حاجة اسمها partition. وفي عندي unlocated space. ال unlocated space دي تعالوا نخليها volume مكون مثلا من 10 جيجا مثلا، ونعمل quick format كده. وبقى عندنا طبعا ايه درايف جديد 10 جيجا وفي unlocated space. لو افترضنا ان الفوليوم ده انا حبيت ان انا ازود المساحة بتاعته شوية، فممكن جدا علشان نزود مساحة فوليوم نعمل رايت كليك كده ونقوم عاملين احنا هنكستند الفوليوم ده، هنزود مساحته. هيقول لي طيب انت هتاخد المساحة الجديدة من طبعا ديسك زيرو، لان احنا ما عندناش ديسكات تانية كلهم اوفلاين. طبعا انت ممكن تاخد المساحة من ديسك اخر، ولكن هو المساحة الحالية هناخدها من الديسك رقم زيرو. الديسك يا جماعة مش الهارد، مش الدرايف يعني. بعد كده هنقوم قايلين ان احنا عايزين ناخد مساحة، فبيقول لي والله المساحة اللي فاضلة في الفوليوم ده هي دي، فانت عايز تاخد قد ايه؟ فهقوم قايل له بص احنا هناخد لنا مثلا 5 جيجا مثلا. هيقول لي طيب اوكي، بقى ده 15 جيجا وده بقى 4.8 من 10. زودنا المساحة بتاعت الدرايف. طب هو لازم يعني تزيد من الدرايف اللي بعديه على طول؟ لا مش لازم. تعالوا كده نخلي ده كده نيو فوليوم، ونخلي مثلا جيجا اهو، دي عملت فوليوم جديد اهو. تمام. الفاليوم الجيجا ده انا هسيبه زي ما هو. هقوم قايل من الفاليوم ده ان انا عايز اعمل له اكستند. انا بعمل كده عشان اقول لكم ان مش لازم يعني يكون الانلوكيتد سبيس ورا الدرايف اللي انا عايز اعمل له اكستند. تمام. فهيقوم قايل لي برضه نفس الكلام، يعني هتاخد من المساحه دي قد ايه؟ هقول له مثلا هناخد 2 جيجا وبس. فهيزودها وهيبقى يعني مش فاضل كتير. ده الفوليوم الجديد اهو. ولو رحنا شفنا الفوليوم هنلاقي حجمه ايه بقى 16. تمام. طيب ممكن نعمل عكس الموضوع ده، يعني ايه؟ نعمل تقليص لحجم الفوليوم، يعني نقلل الحجم بتاعه. فممكن نقوم ماسكين النيو فوليوم الكبير ده ونقوم قايلين له والله احنا هناخد منك شويه. فبيقول لي انت عايز تاخد مني قد ايه؟ فهو بيقول لي التوتال سايز كذا، الاماونت اللي انت تقدر تاخدها هي دي، فانت عايز تاماونت قد ايه او تاخد مني قد ايه؟ فاقول له هاخد منك الحبه دول. فرجع ايه 14 مره تانيه، والجزء الزياده راح فين؟ في الانلوكيتد سبيس. تمام. لو جينا نعمل شرينك تاني مش هيرضى. ليه بقى مرضاش؟ لان انت الحقيقة في موضوع الشرينك انت مش بتاخد من الدرايف نفسه، انت لو كنت عملت له اكستند او خدت من درايف تاني حطيت فيه، فتقدر ان انت تاخد الحتة اللي انت حطيتها دي ترجعها تاني، لكن ما ينفعش تاخد لي من الدرايف نفسه. طيب موضوع الاكستند والشرينك ده ما ينفعش يتعمل على السيستم فايل، يعني ما ينفعش تقوم قايل له ايه ان انت هتكستنده او هتزوده، بالرغم ان الدرايف بتاع السي اللي هو على السيستم بنحتاج كتير ان احنا نزوده، لان حجم الويندوز زي ما انتم عارفين بيزيد مع الشغل والابديتس اللي بتنزل والكلام ده كله. طب انا عايز ازود الحجم بتاعه اعمل ايه؟ قالوا في حل تاني اسمه ماونت. ازاي نعمل موضوع الماونت ده؟ قالوا هتدخل الاول كده في الدرايف بتاع السي وتقوم عامل لك فولدر
عندها فولدر فاضي. هندخل كده في الدرايف بتاع السي اللي انت عايز تزود مساحته، بس انا ما بستخدملوش الاكستند علشان ما ينفعش، لان ده اوبريتنج سيستم بارتيشن. فهقوم عامل فولدر جديد هسميه مثلا ماونت، وبعد كده ده فولدر جوه درايف السي اللي انا عايز ازود مساحته. وبعد كده هقوم جاي كده اقوم على الحته اللي انا هزود منها واقوم قايل نيو سامبل فاليوم. ما هو دي unlocated space، دي unlocated space. وهقوم قايل التلاتة جيجا دول انا هعمل لهم مش درايف جديد، لكن انا هعمل لهم ماونت. هيقول لي طيب الماونت دي يعني الدرايف الجديد ده هحطه لك جوه انهي درايف من اللي موجودين عندك؟ اقوم قايل جوه درايف السي في الفولدر اللي اسمه ماونت اللي هو ده، واوكي ونكست وكويك فورمات كده وبس. وبس يعني ايه؟ يعني اللي هيحصل دلوقتي ان درايف السي لما هنفتحه هنلاقي فيه مساحه زياده، تقدروا تعملوا ريدايركت للسوفت وير بتاعكم عليه. يعني لو فتحنا الكمبيوتر كده وفتحنا الدرايف بتاع السي هتلاقوا فيه عندكم درايف زياده، تحطوا فيه بقى ايه اللي احنا عايزينه كله. تمام، طبعا الدرايف ده مش موجود بره، ده موجود جوه درايف السي بس، مش هينفع يتشاف غير من جوه درايف السي وبس. ده الجزء الخاص بموضوع الديسكس. المرة الجاية ان شاء الله هنبدأ نتكلم في الموضوع التاني اللي هو موضوع الكلاستر، هتلاقوه موضوع ظريف ان شاء الله. واتمنى يكون الموضوع بتاع النهاردة مفهوش اي مشاكل، واللي عايز يسألك معاك في اي حاجة يقدر يبعت السؤال بتاعه على الايميل، ونشوفكم ان شاء الله المرة الجاية. وما تنسوناش طبعا صالح دعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.